يقدم التطبيق الذكي لمركز دبي للإحصاء جميع الخدمات الإحصائية للمجتمع بشكل مجاني. هنا سنستعرض الخصائص الأساسية والخدمات التي يوفرها التطبيق بشكل تفصيلي. المؤشرات الرئيسية: تتيح خدمة المؤشرات الرئيسية فرصة تصفح تقارير بفترة زمنية محددة، في التضخم مثلاً بعد اختيار الفترة الزمنية المرجوة مثالاً الشهري، يمكنك اختيار الشهر المرغوب في سنة محددة، حيث يتم عرض البيانات كجدول أو كرسم بياني حسب أسعار السلع والخدمات. كما تمكنك الخدمة من إزالة سلع أو خدمات معينة لتبسيط الرسم البياني، وبالضغط على عمود محدد سيتم عرض معدل التضخم في السلعة أو الخدمة المرتبطة. الساعة السكانية: تشير الساعة السكانية إلى عدد سكان إمارة دبي خلال اللحظة الحالية، وبالضغط على أيقونة التقويم يمكن للمستخدم تحديد تاريخ سابق لمعرفة عدد السكان في ذلك الوقت المحدد. دبي في أرقام: تشمل هذه الخدمة قائمة مختلفة من القطاعات التي يمكن للمستخدم التنقل بينها لمعرفة أحدث الإحصاءات والأرقام. كمثال على ذلك، إذا اخترت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية ستظهر قائمة من الرسومات البيانية تمكن المستخدم من التنقل بينها عن طريق الضغط على الأسهم من الجهتين. كما يمكن للمستخدم أن يتنقل بين الرسومات البيانية والجداول الرقمية بمنتهى السهولة. الخريطة الإحصائية: من خلال الخريطة الإحصائية يمكنك أن تختار قطاعاً محدداً لعرض المعلومات الإحصائية المرتبطة به جغرافياً، وبالضغط على أي منطقة ستظهر معلومات تفصيلية عن القطاع المحدد. كما يمكنك البحث عن اسم المنطقة للحصول على النتائج بشكل أسهل. يتيح التطبيق أيضاً خاصية حساب إنفاق ودخل المستخدم لمعرفة وضعه المادي لاستخدامه الشخصي، كما يستطيع المستخدم مشاركة هذه البيانات مع مركز دبي للإحصاء خلال تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة، وذلك بدلاً من الزيارة الميدانية لباحثي المركز. المكتبة الإحصائية: تتضمن المكتبة الإحصائية أرشيف مركز دبي للإحصاء الذي يحتوي على الكتب الإحصائية ونشرات دبي في أرقام في مختلف القطاعات. صمم التقرير الخاص بك: هي خدمة بناء تقارير تفاعلية تتيح للمستخدم تصميم وحفظ تقارير إحصائية متكاملة بمتغيرات ومعايير مختلفة. يمكنك البدء باختيار الموضوع من قائمة المواضيع المدرجة، ثم يمكنك اختيار المتغيرات المطلوبة بالانتقاء من قوالب التصاميم الجاهزة. كما تتيح لك الخدمة إمكانية التعديل في شكل ومحتويات الصفوف والأعمدة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار نوعية المعلومات التي سيتم عرضها في التقرير وترتيبها حسب متطلباتك. وبمجرد الضغط على زر إنشاء التقرير سيتم عرض الإحصاءات المطلوبة. كما يمكنك التحكم في العملية الحسابية للتقرير كالمجموع، الحد الأقصى، الأدنى أو الحد المتوسط. في النهاية ليس عليك إلا أن تضغط على زر حفظ لتخزين التقرير في جهازك. من خلال الضغط على طلب خدمة يمكنك التقديم على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، وبالضغط على أيقونة عن المركز ستتمكن من التعرف على المزيد من المعلومات عن مركز دبي للإحصاء. ولأي استفسارات إضافية يمكنك التواصل مع خدمة المتعاملين عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف. لوحات إحصائية: خدمة لوحات إحصائية هي خدمة تمنح المستخدم نظرة شاملة على المؤشرات من خلال لوحات إحصائية في شتى القطاعات والصناعات، وتعكس رؤية تفاعلية شاملة عنها. لتوضيح خصائص اللوحة، إن افترضنا أن موضوع اهتمامك هو الإسكان والمباني، ستظهر البيانات على مدى سنوات عديدة، حيث يمكنك الضغط على عمود سنة محددة لتنعكس بيانات السنة على الرسومات البيانية الأخرى. لعرض الرسومات البيانية بشكل أفضل
يمكن للمستخدم أن يتحكم بحجم الرسم البياني، وذلك من خلال تكبير وتصغير مساحة الرسومات البيانية المطلوبة. كما أن أسلوب العرض قد يتنوع حسب نوعية البيانات الإحصائية من قطاع إلى آخر. التطبيق الذكي للمركز متاح على الأبل ستور، جوجل بلاي وبلاك بيري وورلد تحت اسم مركز دبي للإحصاء.